السلام عليكم. تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا صور حزينة ومؤسفة جدا للحالة التي وصل إليها الفنان والممثل الفكاهي الجزائري محمد بوشيب والمعروف فنيا بسعد القط. وحسب الصور المتداولة والتي تظهر بوضوح كيف أصبح الممثل محمد بوشيب أين ظهر وهو يبدو حزين ومتعب جدا. وقال ناشط على الفيسبوك أن الحالة التي وصل إليها الفنان ربما تكون بسبب وفاة زوجته منذ أكثر من سنة في حادث مرور مروع. وللإشارة انتقلت إلى رحمة الله تعالى يوم 18 أبريل 2021. وخلال شهر رمضان المبارك زوجة الفنان محمد بوشيب إثر حادث مرور قبيل موعد الإفطار خبر وفاة زوجة الفنان أحدث صدمة كبيرة آنذاك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأنه لم يمر شهر على إعلان الفنان سعد القط الزواج من الفقيدة، حيث أقام حفل زفاف خاص حضرته العائلتين فقط. إنا لله وإنا إليه راجعون.